تسمع وطرطق ودانك يا اللي بتسمع احمد جمال دلوقتي. قلت لك ايه الاسبوع اللي فات؟ كلمتك عن مين؟ والاسبوع اللي قبليه كلمتك عن الكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكره الذكي في النادي الاهلي، وقلت لكم خلي بالكم بعد كل مباراه النادي الاهلي هيهزم فيها او النادي الاهلي هيتعادل فيها هيبقى كل حديث الكابتن سيد عبد الحفيظ لا على اخطاء موسيماني ولا على اخطاء لعيب عنده ولا على عناصر فنيه وتكتيكيه داخل الملعب، هيبقى دايما كلامه في سيناريو مكرر وبقى محفوظ يا عبد الحفيظ او يا كابتن سيد عبد الحفيظ كل مره بعد كل تعادل وبعد كل هزيمه تتكلم على حكم المباراه. الجديد النهارده والمدهش في الامر ان هو اتكلم على حكم مباراه الامس اللي هو الكابتن جهاد جريشه، اللي الزملكاويه وجمهور نادي الزمالك غضبان وزعلان ومتضايق ومخنوق من ادائه في مباراه الزمالك امبارح ومن عدم احتسابه الوقت الضايع العادل للفريقين ان كان للزمالك او لبيراميدز بعد السيناريو وبعد الفيلم الهابط اللي اتعمل امبارح في موضوع ضربه الجزاء. تخيل عزيزي المشاهد، تخيل يا جهاد يا جريشه ان لا الاهلاويه راضين عنك ولا الزملكاويه راضين عنك، ده كمان الراجل حبيبك اكيد الكابتن سيد عبد الحفيظ حبيبك بدليل، في دليل الكلام ده، اصلا ما كنتش بينهم في التليفون والله، يعني انا ما كنتش قاعد بينهم هما الاثنين في التليفون، يعني ما كنتش سامع، يعني ما كانش كونفرنس كول، يعني دي كانت مكالمات بتحصل بينهم، ده مش انا اللي بقول، ده اللي بيقول الكابتن سيد عبد الحفيظ. اسمعوا الجديد يا جماعه يا حضرات، اسمعوا الجديد اللي احنا بنسمعه النهارده في الدوري المصري. فاكرين جملتي الشهيره اللي قلتها لكم قبل كده؟ اقولها لكم هنا في الحدث اليوم، اقولها لكم. اهلا بيك في الدوري المصري. اهلا بيك في الدوري المصري. الكابتن سيد عبد الحفيظ مستاء من مكالمات الكابتن جهاد جريشه. الكابتن سيد عبد الحفيظ زعلان من مكالمات الكابتن جهاد جريشه وبيقول انا ما عدتش هرد عليه، لا ده انا كمان هشيل رقمه او شيلت رقمه من على تليفوني. مش ممكن يا كابتن جهاد، يا خساره يا جهاد، عملت في نفسك كده ليه يا حبيبي؟ الراجل بيقول عليك كده، مش هيرد عليك تاني، ما تتصلش بيه تاني، بيقول لك انا مش هرد عليك تاني، الراجل مش هيرد عليك، الراجل حذف رقمك من على تليفونه علشان انت على حد كلام الكابتن سيد عبد الحفيظ في تصريحات صادمه للملايين بيقول ان حضرتك بتتصل بيه علشان تعتذر له على اي خطأ بتعمله في مباراة وكأنك تسترضيه. هو معنى الكلام كده اهو، ده الدنيا مقلوبة، الدنيا مقلوبة. مدير الكرة في النادي الاهلي الكابتن سيد عبد الحفيظ يفضح الجميع، سيد عبد الحفيظ يا حضرات يفضح الجميع ويقول كلام في منتهى الخطورة. يا جهاد يا جريشة، لا دول راضين عنك ولا دول راضين عنك، ده انت وصلت يا راجل اللي ما بيتكلموش خليتهم يتكلموا امبارح، يعني الناس اللي ما بتتكلمش انت خليتهم يتكلموا وينطقوا ويعملوا بيان. الجماعة المحترمين بتوع اللجنة المؤقتة بتوع نادي الزمالك اللي يعني ناس يعني عندهم اخلاق عالية ويعني